أمناء على حرية الشعب المصري وعلى حقه في أن يعيش حرا كريما، حق الشعب المصري أن يعيش حرا كريما، أمانة في أعناقنا لن نفرط فيها مهما كانت الإغراءات ومهما كانت التهديدات. نقولها بكل وضوح، نحن سوف نظل في ميدان التحرير إلى أن تتحقق الحرية التامة للشعب المصري. وشكرا. تعرف على حضرتك عبد الرحمن شجيع محمد. منين عبد الرحمن؟ من المقطم. نعم، من المقطم. انا شايفك لابس التيشيرت بتاع الشيخ حازم. ده يشرفني، يعني انا مش قد يعني مش اهل ان انا البسه، بس بجد شرف لي ان انا البسه. يعني انت مقتنع ب اللي هو مرشح للجمهوريه؟ جدا، يعني هو اكتر واحد يعني انا شايفه بجد يصلح الفتره القادمه ديت. اكتر واحد شايف ان هو ممكن يكون معاه مصداقيه، او يكون مثلا يعني عنده فعلا يعني اثق في كلامه وحاجه زي كده. كل المرشحين الموجودين انا مش عايز اعيب في اي حد يعني، بس هو اكتر واحد يعني حسيت بجد ان هو كلامه يعني انا بقتنع بيه، بس يعني مش هو كمان مش بيحتاج ان هو يبرر لي موقفه، لا يعني حتى هو يعني في اراء كتير جدا انا ضده فيها، بس هو يعني بس يعني سبحان الله يعني مش يعني 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 طريقته في الكلام او يعني هو يعني يعني مصداقيته بجد بتوحي لي ان انا في الاخر يعني كمجمل هو مرشح للجمهوريه. بجد فخور جدا 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 ان انا يعني اكون يعني ولو حاجه بسيطه جدا في الحمله بتاعته، ده شرف كبير جدا ليا. انت نازل النهارده جمعه 29/9. والله 30/9 لحد الفتره قريبه جدا انا ما كنتش نازل، بس لحد لما جيم واتكلموا يعني الشيخ نازل بيانا امبارح بالليل الحمد لله قال ان احنا لازم ننزل، وانا شايف بصراحه يعني بس انا يعني انا شايف من بدري كان لازم ننزل، شايف ان البلد يعني عملنا حاجات كتير جدا في الاول، دلوقتي جايين بنتقاعس في امل ان يعني حاطين امل ان المجلس يكون ممكن يبقى كويس، ممكن يحافظ على كل ده، مع انه تاريخه كله بيقول غير كده، تاريخه كله بيقول ان هو كان بيقول كلام كويس وكان بيخلينا نروح البيت مبسوطين جدا جدا جدا، واحنا على ما بنهدى وثرتنا خلاص تقل، اي حد بيكون عنده حماس، اي حد اللي بيتجوز قريب بيكون بيحب جدا مراته، بعد ست شهور بيتخانقوا، ده اللي احنا عارفينه. هو بعد ست شهور احنا هنهمد؟ الحمد لله احنا دلوقتي لسه ما همدناش، بعد ست شهور وبعد تسع شهور وبعد 60 سنة أنا شخصيا مش ههمد لحد لما أروح فريقني. المهم هو كان بيعتمد كل دوت إن احنا نهمد، نقعد ست شهور نهمد، نروح بيوتنا، نقعد في بيتنا، نرتاح، خلاص هو كده يسلم السلطة أو يسلم هو مش هيسلمها، هو كده كده هي زي ما هي في ايد عالم او مؤسسه خاينه فعلا لحد دلوقتي، عايز البلد تسرق بس في البلد، تسرق بس البلد، هو بيغير لي اشخاص، بيغير لي بس اشكال، وفي النهايه هي السياسه سرقه، نصب، بلطجه، شويه ناس فعلا عماله تتحكم في عامه الشعب، هم يعني فاكرين نفسهم ان هم يعني مش عارف والله يعني، بس مش عارف اقول ايه يعني، انا مش ما عنديش يعني وصف دقيق ليهم، بس يعني حاجه بجد اهانه والله ان الشعب ده كله يكون مغيب من 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 فئه قليله جدا 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 بشويه كلام حلو، بشويه كلام معسول. الرئيس مبارك لو ما كناش فعلا حصل موقعة الجمل في يوم الرئيس مبارك، احنا ما كانش حصل كل الثوره ديت، لو كنا سمعنا كلامه كنا روحنا في بيوتنا وقعدنا في بيوتنا، ما كانش حصل كل ده. هو قدر ربنا ان هو بعت لنا موقعة الجمل ديت والناس تموت والناس تولع اكتر عشان فعلا نفضل يعني واقفين في الثوره لحد دلوقتي. شكرا يا فندم، تحت امرك، اتشرفت بحضرتك. نتعرف على حضرتك. انا ماما نور من الثوار. سلام عليكم الاول، وزي حضرتك وشكرك على الحماس وعلى الحيويه بتاعت حضرتك من اول الثوره، وربنا يقويك يا رب، بشوفك في كل حاجه. الله يخليك يا ماما، جدا انت والقناه بتاعتك دي. الله يخليك. النهارده ايه بقى رايك في جمعه 30/9؟ كويسه يا جميله وحلوه وكل حاجه، بس انا برضو عايزه الشعب يفوق اكتر من كده، عايزه ناس اكتر من كده، لان العدد برضو يعتبر يعني هو العدد كويس، بس انا عايزاه اكتر من كده، لان اصلا الثوره بتسرق ومصر بتضيع وكل، واحنا بنقول من اول الثوره ان الثوره اساسا ما نجحتش، وان الثوره اساسا ان هي كل الفلول القديمه وكل الناس اللي ماسكانه القديمه موجودين، اذا كان من الجيش ولا من الشرطه ولا من اي ولا من الوزارات، كلهم موجودين، احنا عمالين نطالب بمطالبات ومش هيعملوها لان هم موجودين.
هو الفلول القديمه كلها موجوده، فاحنا نطالب من تنظيف الفلول ديت كلها والنظام القديم، وساعتها يبقى هنعرف نطلب. لو احنا هنديهم فرصه الاسبوع لحد الاسبوع اللي جاي، انا بتكلم عن نفسي ومش خايفه برضه، بقول لو من الاسبوع اللي جاي لو ما تنفذش طلبات الثوره ونضفوا الوزاره ونضفوا كل حاجه، سياده المشير لو ما عملش اللي الشعب عايزه الدور الجاي عليه، بس مش هيبقى هو لوحده، هو والمجلس، لان غلطه عمرنا ان احنا مسكناه البلد، وغلطه عمرنا ان احنا شلنا حسني بس وبقيت النظام موجود. مش هنغلط تاني، ونشير المشير وبقيت اتباعه موجودين عشان برضه يحموا المشير. هتقفلي لي القناه؟ لا مش هقفلها لك، انا مع مسؤوليتي، انت ما عندكش ذنب، بقول عن مسؤوليتي. انتوا قناه حره، وكل قناه حره بيقفلوها برضه هيجي عليهم هم الدور اللي مش هيبقى لهم صوت، وصوت الحق هو اللي هيبقى عالي ان شاء الله. صوت الحق. شكرا يا ماما، مشكره لحضرتك.